السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة الخامسة في مادة الإحصاء للفرقة الأولى، درس مقاييس التشتت. قبل ما أبدأ في الشرح بإذن الله أنا حابب أقول لكم إنه ما تزعليش مني غصب عنه، والله إن الفترة اللي فاتت دي تأخرت عليكم جدا 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 وما قدرتش أنزل لكم أي فيديوهات، لأنه أنا في سنة تانية زي ما أنتم عارفين أنا داخل على امتحانات، وبرضو زي ما انتوا ليكم حقوق انا برضو ليا حقوق وليا واجبات، فسامحوني لو انا تأخرت عليكم وقصرت منكم. اول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم درس مقاييس التشتت. درس مقاييس التشتت يا جماعة درس طويل ولكن سهل، طويل جدا ولكن سهل جدا، فانت ركز معايا واكتب اي حاجه اكتبها على السبوره، لانه المعلومات دي مش هتلاقيها ولا في الكتاب ولا في المذكره، ولكن هتلاقيها في الامتحانات، هتلاقي الاسئله في الامتحانات وتبدأ تحل بيها على طول، فركز معايا واكتب ورايا اي كلمه اكتبها على السبوره واي ملحوظه اقولها لك بخشمي او بوكي. تمام؟ تمام. انواع مقاييس التشتت، انواع مقاييس التشتت. نمسح كده عشان هي تشتت غلط. التشتت عندنا اكتر من نوع يا جماعه، زي ما انتم عارفين عندنا هي اكتر من نوع، عندنا خمس انواع. تعال نبدل بالكلام، عندنا كم نوع يا جماعه؟ عندنا خمس انواع. فعندنا اول نوع وهو المدى المطلق، المدى المطلق. تاني نوع وهو نصف المدى الربيعي، نصف المدى الربيعي. ثالث مطلق ثالث نوع يا جماعة هو الانحراف المعياري، الانحراف المعياري. رابع نوع وهو الانحراف المتوسط، المتوسط. تمام كده يا جماعة؟ تمام. فاضل آخر نوع وهو نوع معامل الاختلاف، معامل الاختلاف. كده يا جماعة معانا بالنسبة المقاييس التشتت معانا كم نوع؟ معانا خمس أنواع. الخمسة أنواع يا جماعة أنت شايفهم طوال جدا، لأنه أنت زي ما تشوفهم خمسة في درس واحد معنى أنه الدرس طويل. هو الدرس طويل ولكن سهل. إزاي سهل؟ هناخد كل نوع وهناخد على كل نوع مثال بإذن الله، وهتشوف أنه الدرس سهل وأكيد أنه هو سهل. تعال نقسم السبورة كده ونسيب الأنواع زي ما هم. عندنا أول نوع يا جماعة هو إيه بالظبط؟ اللي هو المدى المطلق. نكتب أولا المدى المطلق. بالنسبة للمدى المطلق يا جماعة عندنا بيانات غير مبوبة وبيانات مبوبة. تمام كده؟ تمام. يعني عندنا أول حاجة بالنسبة للمدى المطلق، عندنا المدى المطلق للبيانات المفردة أو غير المبوبة. يبقى نكتب واحد المدى المطلق للبيانات الغير مبوبة. تمام كده يا جماعة؟ تمام. طب بالنسبة لخطوات الحل المدى المطلق للبيانات غير المبوبة، عندنا هو قانون واحد يا جماعة، عندنا ايه؟ قانون واحد. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول المدى بيساوي، المدى بيساوي ايه؟ أكبر قيمة، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يعني هو ده المدى المطلق أو المدى عامة، المدى المطلق للبيانات غير المبوبة، المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هقول لك أيوة
هو القانون دي ما فيهوش اي اختلاف. ده بالنسبة لي للبيانات غير المبوبة. طب بالنسبة للبيانات المبوبة يا جماعة، هنقول اتنين، هو المدى المطلق للبيانات المبوبة. البيانات هي المبوبة. برضو للبيانات المبوبة يا جماعة ليها قانون واحد، ليها هي قانون واحد وهو نفس القانون، ولكن المثال هيختلف. البيانات غير المبوبة هيختلف عن هي المبوبة. فهتقول المدى بيساوي أكبر قيمة في الفئة ناقص أصغر قيمة في الفئة، في الفئة بيساوي كده. يا كده يا جماعة خلصنا المدى المطلق. يعني المدى المطلق زي ما انتوا شايفوا ده نوع من الأنواع، ولكن هم أربع سطور بالظبط انت هتكتبهم. خمس سطور بالأول المدى المطلق، أولا المدى المطلق واحد المدى المطلق للبيانات غير المبوبة، وليه قانون والقانونين شبه بعض. يعني انت لو حفظت قانون واحد خلاص انت ارتحت في أول نوع. ناخد مثال يا جماعة، ناخد مثال، ولكن الأمثلة مش هكتبها على السبورة لأنه الدرس طويل ومش عايز أطول في الفيديو جوه. فأنا كاتب الأمثلة كلهم في ورقة، وبعد كده بعد ما أخلص الفيديو بإذن الله وأنزل الفيديو على القناة، التمرينات كلها اللي كاتبهم في الورقة هنزلهم على الجروب الخاص بالقناة، خاص بالقناة. لو أنت مش عارف الجروب الخاص بالقناة هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو. عندنا أول تمرين يا جماعة للمدى المطلق للبيانات غير المنبوبة. بيقول لك واحد، أوجد المدى للبيانات التالية، ومديني أرقام، مديني 34، ومديني 12، ومديني 25، ومديني 17، و39، و22، و16، و8. قلنا يا جماعة بالنسبة للمدى المطلق للبيانات غير المبوب، هيودوني بنفس الطريقة ده. هيقول لي أوجد المدى، أوجد المدى. القانون بتاعه يا جماعة زي ما أنتم شايفين إن هو إيه؟ المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. هدور على أكبر قيمة، هقول المدى بيساوي أكبر قيمة هنا كام؟ 34 و12 و25 و17 و39 و22 و16 و8. يبقى أكبر قيمة اللي هي 39 ناقص أصغر قيمة 34 12 25 17 39 22 16 8. أصغر قيمة اللي هي 8 بيساوي المدى بيساوي كام يا جماعة؟ 39 ناقص 8 هيساوي 31. هيساوي كام؟ 31. ده بالنسبة للبيانات غير المبوبة. طب مثال على البيانات المبوبة، المدى المطلق للبيانات المبوبة، هيدولك في جدول. هيدولك ايه في جدول؟ عبارة عن ف وكاف، فئة عارفين الف عارفين الفئة، والكاف عارفين التكرار، وهيديلك أرقام في الف وأرقام في الكاف. أنت هتحل بأكبر قيمة في الفئة وأصغر قيمة في الفئة، وهديلكم مثال برضه في الورقة، في نفس الورقة اللي هنزلها على الجروب بإذن الله. كده خلصنا يا جماعة أول نوع وهو إيه؟ المدى المطلق. أول نوع هو المدى المطلق. تعالوا نروح للنوع التاني. هنروح للنوع إيه يا جماعة؟ هنروح للنوع التاني. ثانيا هو نصف المدى الربيعي. ساعات نصف المدى الربيعي بنطلق عليه ره يا جماعة، بنطلق عليه ره. ربيعي يعني بنطلق عليها الاختصار بتاعه ره. أول حاجة بالنسبة القانون نصف المدى الربيعي يا جماعة، بيقول لك قانون القانون الأساسي يا جماعة اللي هو نصف المدى الربيعي. ممكن ما اكتبش القانون يا جماعة، اكتب لكم خطوات الحل على طول، تبقوا يعني ما فيش حاجة صعبة خالص. خطوات الحل، اديلكم خطوات الحل بالمره بدل ما اكتب القانون وبعد كده اكتب خطوات الحل. اول حاجه في خطوات الحل يعني يا جماعه هي تكوين جدول. واحد بالنسبه لخطوات الحل، تكوين جدول.
طب الجدول ده بيتكون من ايه بالظبط؟ بيتكون من حدود عليا للفئات وتكرار متجمع صاعد. ده بالنسبة يا جماعة بالنسبة الأول خطوة هي تكوين الجدول. اتنيا عايزين نجيب ترتيب راه واحد، ترتيب ايه؟ راه واحد. ترتيب راه واحد يا جماعة بيساوي مجموع كاف على أربعة، بيساوي مجموع كاف على ايه؟ على أربعة. تلاتة عايزين نجيب ترتيب ر ثلاثة، وهي ترتيب الرابع يا جماعة، الرابع ثلاثة. ترتيب ر ثلاثة بيساوي يا جماعة بيساوي مجموع كاف على نفس الرقم أربعة بس في ثلاثة، يعني لا يختلف يا جماعة فيها في ثلاثة، يعني نفس القانون ولكن هيختلف فيها في ثلاثة. الخطوة رقم أربعة وهي نوجد ره ترتيب، نوجد ره بس يا جماعة، نحن جبنا الترتيب عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب ره بس، يبقى هنجيب ره واحد او ره ثلاثة، بيساوي ليها قانون معين علشان اجيب ره واحد او ره ثلاثة يا جماعة، ليها قانون، لهي قانون. القانون بيقول ايه؟ الف زائد وعامل علامة القسمة في لام. لو انتوا فاكرين القانون ده يا جماعة لو ركزتوا معايا هتلاقيه قانون الوسيط، قانونية الوسيط. القانون الوسيط ولا من ولا يا جماعة، بالنسبة اللي مذاكر هو اللي عارفه، واللي مش مذاكر يحفظ خطوات الحل دي زي ما هي. ألف زائد يا جماعة زائد ت، ت دي اللي هي الترتيب راه واحد، يعني أنا لو عايز أجيب ترتيب راه واحد يبقى أنا هاخد الت الخاصة بترتيب راه واحد. عايز أجيب ترتيب راه عايزين اجيب راه ثلاثة يبقى انا هاخد الت تحت ترتيب راه ثلاثة، يعني انا لو عايز اجيب راه واحد هاخد الترتيب بتاع ترتيب راه واحد، عايز اجيب راه ثلاثة يبقى اخد الترتيب بتاع راه ثلاثة. تمام كده؟ تمام. ناقص كاف واحد، وهنقول على كاف اثنين ناقص كاف واحد. سامحوني يا جماعة عشان أنا بصور الصبح فأكيد هتسمعوا أصوات كتير يعني برضه. تمام كده؟ يعني خطوات الحل تكوين الجدول اللي هو الجدول هيبقى بين حدود عليا للفئات وتكرار متجمع صاعد. الخطوة الثانية وهي ترتيب راه واحد بيساوي مجموع كاف على أربعة. ثلاثة ترتيب راه ثلاثة بيساوي مجموع كاف على أربعة في ثلاثة. بعد كده نجيب راه واحد أو راه ثلاثة بنفس القانون. ألف اللي هو مثلا عايز أجيب يا جماعة ألف اللي هي بداية الفئة يبقى هتبقى خاصة بالترتيب راه واحد، عايز أجيب ت يبقى خاصة بالترتيب راه واحد لو عايز أجيب راه واحد بس لده. تمام. خدنا القوانين وهناخد مثال. فاضل خطوة خمسة وهي يا جماعة نصف المدى الربيع نفسه. نصف ايه؟ المدى الربيع نفسه، نصف المدى الربيع. نصف المدى الربيع اللي هي قانون برضو يا جماعة، اللي هي قانون، القانون بتاع نصف المدى الربيع اللي هو راه ثلاثة، راه هي ثلاثة ناقص راه واحد على اثنين. يبقى ركزوا معايا يا جماعة، لو انت مش شايف القانون اسمع صوتي واكتب نفس القانون. يبقى نصف المدى الربيع بيساوي راه ثلاثة ناقص راه واحد على اثنين. كده خلصنا يا جماعة خطوات الحل، هما خمس خطوات الحل بالنسبة لنصف المدى الربيع، بالنسبة لنصف المدى الربيع. عندنا مثال يا جماعة بالنسبة لنصف المدى الربيع بيقول لنا اوجد نصف المدى الربيعي ومدينا جدول، الجدول فيه وكاف وعشرة وتلتاشر وستاشر وتسعتاشر ومن اثنين وعشرين لخمسة وعشرين، وكاف خمسة وخمستاشر وتلاتين وعشرين وعشرة، مجموع كاف على تمانين. انا هكتب الجدول على طول يا جماعة علشان في ناس معرفاش الجدول وفي فكرة في ناس كتير معرفاش الفكرة اللي في الجدول. هرسم لكم الجدول ونحل بخطوات الحل.
ف وكاف. الأرقام هتبقى 10 13 16 19. لسه في تاني. ومن 22 لحد 25، ومدينا مجموع كاف. ده في المثال، جدول المثال يا جماعة. 5 15 30 20 10، المجموع بتاعهم كام؟ 8. نبدأ نحل يا جماعة، نبدأ نحل الحل. أول حاجة في خطوات الحل يا جماعة تكوين جدول وهو حدود عليا للفئات، حدود عليا. هنرسم الجدول هنا علشان أبدأ بخطوات الحل هنا، خلاص؟ نرسم الحل هنا، الجدول، أدي الجدول، وأدي الإكس من الجدول كده حرف التي بالإنجليزي، ونرسم نفس خطوات الحل. ده بالنسبة للجدول اللي هو حدود عليا للفئات وتكرار متجمع سعادة. وانتوا خدتوا الجدول دي، يعني خدتوا الجدول ده في درس الوسيط، في درسية الوسيط. هكتب حدود عليا للفئات، تمام. بعد ت تكرار، م متجمع، ص صاعد. هنكتب اقل من كم رقم؟ هم 1 2 3 4 5 6. يبقى اكتب اقل من، اقل من، اقل من، اقل من، اقل من، دول 5، اقل من 6، تمام كده يا جماعة؟ تمام. أقل من في الفئة كام؟ أقل من 10. دائما يا جماعة أول رقم هيساوي صفر، عشان تركزوا معايا. الملحوظة أو نصف المدى الربيعي يا جماعة تركزوا معايا، علشان في ناس كتير سألتنا على نصف المدى الربيعي، الأرقام راه واحد وترتيب راه واحد بيجوا إزاي، وراه اتنين بيجوا إزاي، وراه تلاتة بيجوا إزاي. فركزوا معايا علشان تفهموا يعني الملحوظة دي، وتفهموا نصف المدى الربيعي عامة، نصفية المدى الربيعي. بالنسبة لأول رقم يا جماعة في الحدود العليا اللي هو أقل من العشرة، أقل من العشرة دائما بصفر، أو أقل من أول رقم دائما هي بصفر. تاني رقم أقل من 13، أقل من 13، الأقل من 13 يا جماعة اللي هو بزاوية كده، يعني تقدر تعمل سهم كده أنت وتعمله بزاوية، اللي هو الكام؟ 5. طب أقل من 16 اللي هو بعد 13. تعال نكتب الأرقام كلهم. أقل من 16، أقل من 19، أقل من 22، أقل من 25. الأقل من 16 يا جماعة كام؟ يعني هناخد تلات رقم اهو. أقل من 16 كام؟ هنعمل زاوية برضو نفس السهم، هنلاقيه كام؟ 15 والرقم اللي قبله. هناخد 15 والرقم اللي قبله، 15 و5 20. بعد كده أقل من 19، هنروح لل 19، هنعمل بيها سهم كده بالزاوية. أقل من 19 كام؟ 30، وفي 15 و5 يبقوا كام؟ 50. أقل من 22 برضه هنروح لل 22 ونعمل زاوية، نعمل بالسهم كده اللي هم جمعنا دول 50 وفي 20 يبقوا 70. وأقل من آخر رقم اللي هو المجموع كف على طول، أقل من آخر رقم اللي هو مجموعية كف، مجموع كف كام؟ 80، يبقى 80. في مشاكل لحد دلوقتي في الجدول يا جماعة؟ مفيش أي مشاكل خالص، كده أول خطوة عملناها صح ومفيش أي مشاكل خالص. تعالوا نجيبه ترتيب راه واحد، نجيب هي ترتيب راه واحد اللي هي ثاني خطوة. اثنين ترتيب راه واحد بيساوي، ترتيب راه واحد بيساوي مجموع كاف على 4، مجموع كاف كام؟ 80 على 4 بيساوي 20. هنروح للترتيب بتاع راه واحد بيساوي كام؟ 20. نروح للجدول التكرار المتجمع الصاعد ونشوف ال 20 دي موجوده ولا مش موجوده. لقينا ال 20 يا جماعه موجوده، لقينا ال 20 هي موجوده. طالما موجوده يبقى راه على طول، اذا راه واحد على طول بتساوي كام؟ طالما موجوده راه واحد بتساوي 16. لو لقينا يا جماعة الترتيب في التكرار المتجمع الصاعد
هعتبر الرقم اللي قصاده على طول في الحدود العليا هو الره او الره على طول، هو ايه الربيع. يعني انا ترتيب ره واحد الجناب 20، هروح للتكرار متجمع السعد الجناب كام؟ ب 20. طالما الجناب 20 يبقى الرقم اللي قصاده على طول هو ره واحد، هو ايه ره واحد. يعني انا مش هستخدم القانون اللي هو في الخطوه الرابعه. طب ثالث خطوه بعد الجدول، ثالث خطوه هي ترتيب ره 3. ترتيب ره 3 بيساوي ترتيب ره 3 مجموع كاف على 4 في 3، مجموع كاف 80 على 4 في 3. 80 على 4 في 20 في 3 فيها ال 60. هروح انا للترتيب ره 3 وادور على ال 60، هل ال 60 دي موجوده ولا مش موجوده؟ تعال ندور، ال 60 موجوده مش موجوده. طب هي ال 60 دي بين رقم 100 وبين رقم 100، ال 60 بين ال 50 وبين ال 70. طالما بين ال 50 وبين ال 70 فانا هقسم، هعمل الخط بتاعي اللي هي ال 60 اللي هي الترتيب ره 3. ترتيب ره 3 اللي هي بين ايه؟ بين ال 50 وبين ال 60. فانا عملت خط فيها مشاكل يا جماعة؟ مفيش أي مشاكل خالص. الرقم اللي فوق الخط هو كاف واحد، والرقم اللي تحت الخط هو كاف اتنين، والرقم اللي فوق الخط من الناحية التانية هو ألف، وهو هي بداية الفئة. في مشاكل؟ مفيش أي مشاكل خالص. طالما أنا عملت خط يا جماعة الترتيب ره تلاتة، يبقى أنا لما أجي أعوض في الألف هاخد الألف بتاعت ره تلاتة، لما اجي اخد الكاف اخد الكاف بتاعت ره 3. طب ما ممكن انا ترتيب ره 1 ما كانش سوى 20 مثلا، سوى 19. ال 19 دي هتبقى بين ايه؟ بين ال 20 وبين ال 19، هتبقى بين ال 5 وبين ال 20. فانا كنت اعمل خط ثاني كده. فلو طلعت ال 19، لو طلعت ال 19 يا جماعه، فهيبقى الخط بين 5 وبين 20، وهعمل نفس الخطوات دي كاف 1 وكاف 2 وبدايه الفئه. بس طالما انا لقيت الرقم، فيبقى الرقم اللي يقصده على طول، الرقم اللي يقصده على طول هو ايه؟ الربيع على طول، هو ايه؟ الربيع. يبقى انا دلوقتي جبت ترتيب ر 3، يبقى اذا اللي هي الخطوه الرابعه، اللي هي الخطوه ايه؟ الرابعه. ر 3 بتساوي، ر 3 ايه؟ بتساوي. ر 3 بتساوي ا اللي هي بدايه الفئه، ا جبناها بكام يا جماعه؟ 19 زائد، وراح عامل علامة القسمة. الترتيب راه 3 اللي هي ت، ت يا جماعة معناها ترتيب، نحن هنجيب راه هي راه 3، فأنا هاخد ترتيب راه 3 اللي هو كام؟ ال 60. ركزوا يا جماعة علشان في ناس كتير سألتنا عن النقطة دي، أنا عن نفسي وقفت عليها، بس أنا فهمتها لما هي لما جيت أحضر الحلقة وجيت أذاكر في الحلقة نفسها، فهمت الدرس كله من الأول للآخر. نحن علشان نجيب راه 3 بيساوي بداية الفئة اللي هو ألف، ألف جبناه بكام نحن؟ جبناه ب 19، نزلنا 19 زائد ت، ت معناها الترتيب، نحن هنجيب ترتيب مين طيب؟ راه مين؟ راه 3، فأنا هاخد الترتيب بتاع راه 3 اللي هو احنا جبناه ب 60، ناقص كاف واحد، كاف واحد بكام؟ ب 50، على كاف 2 اللي هو 70، ناقص كاف واحد اللي هو 50 في لام. لام يا جماعة قلناها قبل كده مقدار الزيادة في الفئة، مقدار الزيادة فيها في الفئة. لام هندور الزيادة هنشوفها كام؟ 10 13 16 19، يعني بيزيد 3 يبقى تتضرب في 3 بيساوي، هحسبها بالحسبة على طول، 19 زائد راح اعمل علامة القسمة 60 ناقص 50 يبقوا 10، على 50 ناقص 70، 70 ناقص 50 20 في 3 بيساوي 20، 20 ونص 20. اكتبوا لكم بالقلم الاسود علشان تبقوا عارفين، 20 ونص. تمام كده يا جماعه؟ تمام كده، احنا خلصنا الخطوه الثانيه وهو نصف المدى الربيع. نصف المدى الربيع يا جماعه مهم، علشان الارقام دي في ناس كتير قالت اشمعنى ال 20 سوت 16 واشمعنى الرقم ده ما سواش ال 19 على طول؟ علشان اصلا الرقم مش موجود، هو بين ال 50 وبين ال 60. عارف لو هو الترتيب راه 3 طلع ب 70 يبقى راه 3 على طول ب 22، لو طلع الترتيب 50 يبقى راه 3 على طول ب 19.
خلاص كده يعني الرقم لو موجود هاخد الرقم الاكسادو الراحة على طول، الربيع هو هيبقى الرقم الاكسادو لو موجود. طب لو مش موجود يبقى هعمل الخطوات ده. يعني مثلا لو زي ما قلنا لو كانت 19 هتبقى بين الخمسة وبين العشرين، صح؟ صح. فانا هعمل خط كده، كنت هعمل خط زي كده وهعتبر ال 13 ألف ألف، بس دي ألف خاصة براه واحد يا جماعة، وألف دي خاصة براه ثلاثة علشان تركزوا معايا محدش ياخد أرقام حد. بعد كده اللي فوق الخط كف واحد واللي تحت الخط كف اتنين. الكلام ده لو ما كانتش موجودة، لو كانتش هي موجودة يعني لو ساوت 19، بس طالما ما سواش 19 وساوت 20 وال 20 دي لقيناها في الجدول في تكرار المتجمع الساعد، هاخد المقابل ليه اللي هو الربيع، هاخد ايه المقابل ليه اللي هو الربيع. كده خلصنا نحن نصف المدى الربيع. معانا الانحراف المعياري، نمسح الكلام ده. وهمسح الكلام ده يا جماعة علشان يعني هنخلي الجزء ده للشرح والجزء ده للحل. لو ما كتبتش ورايا رجع الفيديو شوية 5 ثواني ولا دقيقة واكتب كل حاجة. بس يا ريت يا جماعة يعني ما حدش ينزل الفيديو، لأنك أنت لازم تستفاد وأنا استفاد. فأنا لو حسيت نفسي إن أنا مش مستفاد يعني أنا علشان أصور حلقة زي كده يعني أول حاجة بتكلف بالنت، تاني حاجة يعني بضيع وقت كبير جدا، يعني انا سايب مذاكرتي على كده وبصور لكم. فانا زي ما بتعبلكم انتوا لازم تتعبوا ما تنزلوش الفيديو، لانك انت مش خسران حاجه، دي بتوفر لك مراجعه بدل ما تروح تاخد مراجعه في الكورسات او ايا كان. بتدفع اول حاجه مبالغ، تاني حاجه بتضيع وقت في المواصلات، يعني بتاخد لك 3 4 ساعات مواصلات لو هتدور في المواصلات الرايح الجاي هتضيع لك 4 ساعات. زي انك انت مش هتروح تستنى هتلاقي الدكتور موجود، ده انت هتستنى الدكتور، لما تستناه تضيع لك برضه نص ساعه او ساعه بالكثير، هيبقوا 5 ساعات، يبقى فلوس ووقت. فانت الفيديو بيجي لك لحد عندك، المفروض ما تضيعش الفرصه وتسمع الفيديو وما تنزلوش. خلاص كده انت خد حقك واديني حق علشان اقدر اساعدكم. نحن يا جماعه خلصنا نصف المدى الربيعي، يبقى ثالثا وهو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري، الانحراف المعياري برضو يا جماعة سهل ولكن محتاج تركيز، سهل ولكن هي محتاج تركيز. عندنا أول حاجة في الانحراف المعياري، الانحراف المعياري للبيانات غير المبوبة. للبيانات يا جماعة، للبيانات غير المبوبة. خطوات الحل، نقفل القلم ونفتح القلم الثاني. بالنسبة للبيانات غير المبوبة يا جماعة هو هيبقى واحد تكوين جدول، تكوين جدول. الجدول ده هيبقى متكون من ايه ويا جماعة؟ هيبقى متكون من سين وسين تربيع، سين وسينية تربيع. هذا الجدول اللي هو المتكون منه، يعني جدول سهل خالص، حيث انه سين دي هتلاقيها الارقام في التمرين، سين دي هتلاقيها الارقام من التمرين، ونون عدد بتساوي عدد ارقام سين. يعني انا لما اقول لك عايز نون يبقى نون دي هي عدد ارقام سين، تشوف كام رقم في سين وهيبقى هيساوي نون. طب دي بالنسبه لاول خطوه. تاني خطوه هو الانحراف نفسه، الانحراف المعياري اللي هو بيرمز عليها رمزية يا جماعة، رمزية جاي من كلمتية معيارية، رمزية العيار، بيساوي جذر، بيساوي جذر مجموع سين تربيع على نون ناقص، ويفتح قوس برضو كبير تاني، مجموع سين على نون بس الكل تربيع بيساوي. حد دلوقتي في مشاكل، وهم خطوتين حل بس تكوين الجدول وانحراف معياري.
تكوين الجدول يا جماعه هيبقى زي ما قلنا بين سين وسين تربيع بس. فامسح الجدول ده علشان انا ممكن احتاج ارسم لكم الجدول في المثال. ورقة الأنسل يا جماعة عشان أذكركم تاني هنزلها على الجروب الخاص بالقناة. قدامنا مثال يا جماعة ما يقول إيه؟ على الانحراف المعياري. واحد أوجد الانحراف المعياري 4 و5 و8 و10 و3. أوجد الانحراف المعياري ومدي لي أرقام، خمس أرقام، 4 و5 و8 و10 و3. قلنا أول خطوة يا جماعة تكوين جدول. نروح نكون الجدول، نعمل كده حرف التي وننزل كده. قلنا الجدول يا جماعة متكون من ايه وايه؟ متكون من سين وسين تربيع، يبقى سين وسين تربيع. لحد الوقت في مشاكل؟ مفيش مشاكل خالص. سين دي قلنا الارقام اللي في التمرين يا جماعة. هنروح للتمرين هنلاقي الارقام 4 و5 و8 و10 و3. دول الارقام اللي في التمرين. عايز اجيب سين تربيع اللي هو نربع الاربع، 4 × 4 = 16. يعني هتضرب الرقم في نفسه يا جماعه، 5 × 5 = 25، 8 × 8 = 64، 10 × 10 = 100، 3 × 3 = 9. في مشاكل؟ مفيش مشاكل خالص. تقدر انت تجيب المجموع بتاعهم، تقدر تجيبيها المجموع بتاعهم. تعال نشوف المجموع بتاعهم كم. 4 و5 9 9 و8 17 17 10 27 30. فهتكتب 30. ده بالنسبة لمجموع سين. مجموع سين تربيع 16 و64 هيبقوا 65 و15 80 80 105 205 205 214 214. لحد الوقت نحن جبنا الجدول وسهل جدا وما خدناش فيه وقت، ما خدناش معنا يعني نص دقيقة، نص دقيقة في رسمة الجدول وارقام وجبنا الجدول كله. تاني حاجة اللي هو تكوين، تاني حاجة اللي هو معوض في اللي في القانون عيان وهو الانحراف المعياري يا جماعة، بيساوي جزء مجموع سين تربيع. مجموع سين تربيع اللي هو جبناه بكام؟ 214 على نون. نون قلنا عدد ارقام سين، عدد ارقام سين 1 2 3 4 5، يبقى 5 ناقص، نفتح قوس، الكل تربيع، اما اللي جوه القوس مش مربع. مجموع سين، مجموع سين بكام؟ 30. على نون جبناه بكام؟ 5. بيساوي معانا بالاله حسب على طول هنعمل اللي هو الجذر ونعمل القسمة اللي جنب الجذر على طول، وبعد كده هنقول 214 على ننزل بالسهم 5، نروح بالجنب كده ناقص، نعمل علامة، نفتح قوس قبل ما نعمل علامة القسمة، نفتح قوس، نمشي بنفس الخطوات اللي معانا قدامنا، نفتح قوس بعد كده نعمل علامة القسمة، بعد كده احط الارقام 30 على 5، بعد كده اروح بالجنب واقفل القوس، وبعد كده اقول الكل تربيع علشان ما بقاش ناسي حاجه خالص، وبعد كده اروح دايس يساوي، هلاقي الجذر 170 على 5. بص في حرفين يا جماعه اللي هو الاس وفي سهمين متجهين على بعض والدي، هدوس عليهم هديني الارقام بالظبط اللي هي 2.6. 2.6 دول بالاله حاسبة يا جماعه. هو زي ما قلنا ممكن يدونا الجذر 170 على 5 في حرفين، حرف الاس وحرف الدي اللي هو بالظبط فوق جنب القوس على طول، جنب انك انت راح تفتح قوس جنبه على طول على ايدك اليمين، هتدوس عليها هيديلك الارقام مفتوحه على طول، هو 2.6. تمام كده؟ تمام كده خلص المثال. خلص المثال يا جماعه، هو المثال سهل جدا وهم خطوتين حل بس، تكوين جدول اللي هو سين وسين تربيع والانحراف المعياري اللي هو القانون الخاص بالانحراف، خاص بالانحراف المعياري. ده بالنسبه للانحراف المعياري البيانات غير المبوبه، غير المبوبه. طب بالنسبه اثنين للبيانات المبوبه، اثنين الانحراف المعياري للبيانات المبوبة. عندنا خطوات حل، عندنا خطوات حل.
انا دائما يا جماعه يعني دائما بمشي على خطوات الحل، حتى لما اجي اذاكر مع نفسي بذاكر بخطوات الحل، لانه خطوات الحل دول بيبقى مكان الدكتور، يعني كانه الدكتور بيشرح لك ويقول لك واحد جت كذا، اثنين كذا، ثلاثه كذا، اربعه كذا، طبقهم وهتحل. انا زي كده لما باجي اذاكر ماده عامه بكون عاملين خطوات حل الماده كلها، علشان لما اجي اذاكر يبقى انا ذاكر الدرس كله هم عباره عن خطوات الحل، خطوات الحل مش هيعدوا صفحه، يعني الدرس كله بمعنى صح صفحه واحده. فانت لما تعمل خطوات حل وتذاكر خطوات الحل معنى ذلك انك انت انجزت ووفرت، انجزت ووفرت. نمشي على خطوات الحل يا جماعه، نمشي على خطوات الحل. اول حاجه تكوين جدول، تكوين جدول. الجدول ده متكون من ايه يا جماعه؟ متكون من ف وكاف. طالما من ف وكاف يبقى السؤال نفسه هيديني الجدول، والجدول هيبقى فيه ف وكاف، دول يعني دول ثابتين هيبقوا ايه من التمرين. بعد كده هيديني س، انت هتجيب س وبعد كده تعمل س تربيع، وممكن س تربيع انت مش هتلاقيها في المذاكره او في الكتاب، ولكن انا حطيتها علشان في حاجه اسمها س تربيع كاف في الاخر خالص، انا هقولها لك دلوقتي. س كاف وبعد كده س تربيع كاف ونقفل القوس، نقفل ايه القوس، يعني انت تعمل جدول متكون من ايه؟ عمله لكم علشان ما تتلخبطوش. متكون من ف ومتكون من كاف ومتكون من س ومتكون من س تربيع ومتكون من س كاف ومتكون من س تربيع كاف. طبعا المشكلة فيها، المشكلة دلوقتي فيها يا جماعة في س بس، يعني س تربيع لو معايا س هجيب التربيع بتاعي، معايا س هجيب س كاف، معايا س هلاقي نفسي جبت س تربيع وهلاقي نفسي جبت س تربيع كاف، يعني هجيب س تربيع في كاف. خلاص كده يا جماعة، خلاص ده بالنسبة لي الأول خطوة في الحل. هتعمل جدول متكون من ست أعمدة، بينزلوا أعمدة يا جماعة من فوق. دي بالنسبة لأول خطوة. تاني خطوة ودايما انا بضيفها للخطوات الحل، هي المفروض مش خطوه حل ولكن انا بضيفها علشان ابقى ماشي صح. ازاي؟ يعني انا رسمت الجدول وحطيت البيانات، الارقام دي هجيبها منين؟ هحطها بضيفها للخطوات الحل، وهي ايجاد لايجاد س. اجيبها ازاي س يا جماعه؟ ليها قانون بيقول لي رقمان من ف، رقمان من ايه؟ ف او الفئة متتالية، رقمان من ف متتالية على نون، على اثنين يا جماعة، رقمان من ف متتالية على اثنين. القانون ده استخدمناه يا جماعة في الوسط الحسابي، لو انت فاكر الوسط الحسابي ارجع لدرس الوسط الحسابي او الحلقة الاولى، لانه انا علشان اديلك مثال للبيانات المبوبة هضطر ان انا ارسم جدول نفس المسافة دي، يعني كد دي بالظبط زي ما انت شايف الجدول فيه حوالي ست اعمدة، عمود اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، فانت هتعمل ايه؟ ست اعمدة. فانا مش هدي لك مثال، هدي لك خطوات الحل بس، والمثال هنزله لك برضو على الجروب الخاص بي، على الجروبية الخاص بي، وهتمشي انت لما تيجي تحل تمشي على خطوات حل، تمشي على خطوات حل وتركز معايا. ازاي تركز معايا؟ يعني انا هجيب، عايز اجيب ف، هاخد الرقمين اللي ورا بعض، يعني مثلا هي دي س ودي س تربيع، هروح الف، نفترض ان دي ف، ف جنبي اهو، ثواني كده، ف مثلا يعني 10 15، عشان ف يا جماعه بيبقوا يعني بتزيد بمقدار ثابت، 20 25 30، نفترض كده يعني افتراض يا جماعه، علشان انا مش هديكم مثال زي ما قلت لكم. قلنا س، علشان اجيب س قلنا هنجيبها ازاي؟ قلنا رقمان من فيه متتالي، يعني اول رقم دي اول رقم اقصده رقم مين؟ رقم 10، هاخد رقم 10 واللي تحته 10 و15 25 قاسين ب 25. بعد كده عايز اجيب الرقم الثاني، ثاني رقم اللي هو اقصد مين؟ اللي هو اقصد ال 15، 15 واللي تحته اللي هو 15 و20 35. بعد كده عايز اجيب الرقم الثالث، الرقم الثالث فيه كام؟ 20، هاخد 20 واللي تحته،
وهكذا يعني هاخد الرقم اللي هجيبه واللي تحت والرقم اللي هجيبه واللي تحت لحد ما اوصل خالص اللي هو 20 و25 45 وبعد كده 25 هجيب الرقم الرابع. الرقم الرابع فيه كام؟ 25 هاخد 25 واللي تحته اللي هو 25 و30 يبقى 65 55 تمام كده يا جماعه تمام. يعني دي انا مدي لك مثال عليه انك انت تجيب سين الزاد. هاخد الرقم والرقم اللي تحته خلاص الرقم والرقم اللي تحته الرقم والرقم اللي تحته لحد ما اوصل لحد الاخر وهتلاقي نفسك جبت سين كل. وطالما انت جبت سين على كده هتقول لي سين تربيع اجيبها ازاي؟ لو انت يعني لو مؤاخذه في اللفظ عقليتك صغيره اجيب سين ازاي ده هو مش هتطلع في خطوات الحل. هقول لك سين هي سين بس هي هتربحني. يعني مثلا اديني جبت سين ب 25 يبقى 25 في 25 هيديني سين تربيع. عايز اجيب 35 سين تربيع يبقى 35 في 35. عايز اجيب 45 يبقى 45 في 45. عايز اجيب تربيع ال 55 55 في 55 كده انا جبت سين وسين تربيع. يبقى انا اجيب سين كاف. سين كاف معناها سين في كاف. عايز اجيب سين تربيع في كاف يبقى سين تربيع في كاف. خلاص كده يعني انا حليت لكم مشكلتي الجدول كده. انت هترص الجدول لحد الاخر وتحله باذن الله رب نقف معاك وتحله كويس. ده بالنسبه لخطوات الحل. دي الخطوه الثانيه. تعال الخطوه الثالثه يا جماعه. الخطوه الثالثه وهي ايجاد مجموع ايجاد مجموعية بالضبط هي وهي ايجاد مجموع كاف اللي هو رقم 2 وايجاد مجموع سين كاف وايجاد مجموع سين تربيع كاف. اقفلوا القوس. ليه هجيب المجاميع دي يا جماعة؟ علشان انا هحتاجها في القانون. خلاص علشان هي انا هحتاج في القانون. يعني انا هحتاج مجموع كاف واحتاج مجموع سين كاف واحتاج مجموع سين تربيع كاف. يعني انت بعد ما تخلص الجدول تعمل كده وتنزل المجاميع زي ما انت شايف. يعني شايف ان انا نزلت المجاميع مجموع سين ومجموع سين تربيع. انت نفس كده بعد ما تخلص الجدول في الاخر ادي فيها المجاميع دي. بالنسبه للخطوه الثالثه تعالوا نروح للخطوه الرابعه وهي اخر خطوه اللي هو الانحراف المعياري. الانحراف المعياري الانحراف المعياري بيساوي زي ما قلت لكم يا جماعه هم المفروض خطوتين بس. بس انت اكتب الاربع خطوات لان انت لو كتبتش غير من الخطوتين الاولى والرابعه ممكن يجي لك يوم وتنساهم وتضطر تسمع الفيديو من اول وجديد علشان تعرف السين جبتها ازاي. خلاص فانت اكتب كل خطوه علشان ده هم اربع خطوات سهلين. يعني تكوين جدول وايجاد سين وايجاد المجموع والانحراف يعني سهلين جدا. الانحراف المعياري بيساوي يا جماعه جذر. طب جذر هل نفس القانون ده؟ هقول لك لا. البيانات المبوبه لوحده والبيانات غير غير المبوبه لوحده والبيانات المبوبه لوحده. يعني جذر ايه؟ جذر مجموع س تربيع ك س تربيع ك على مجموع ك على مجموعيه كاف ناقص وروح فاتح قوس نفس القوس. بس هما نفس الخطوات يا جماعه بس الارقام بس اللي تختلف. يعني بدل مجموع س تربيع بس هتبقى مجموع س تربيع كاف. بدل مجموع س بس هتبقى مجموع س كاف مجموعيه س كاف على مجموع كاف الكل تربيع الكلية تربيع وبيساوي تمام كده. يبقى الانحراف المعياري بيساوي جذر علامة القسمة نفس علامة القسمة يا جماعة علامة القسمة مجموع س تربيع كاف مجموع س تربيع كاف اللي هو دي اللي هو رقم 6 في الجدول يا جماعة على مجموع كاف اللي هو رقم 2 في الجدول ناقص. نفتح القوس ونعمل علامة القسمة نفس الكلام دي. نفتح قوس ونعمل علامة القسمة مجموع س كاف اللي هو رقم 5 على مجموع كاف اللي هو رقم 2 بس الكل تربيع. بس هي الكل تربيع ما حدش ينسى التربيع وما حدش ينسى الاشاره السالب. خلاص كده خلاص كده نحن خلصنا يا جماعه الانحراف المعياري. خلصنا ايه الانحراف المعياري. انا امسح الانحراف المعياري علشان ناخد الخطوه الرابعه. الخطوه ايه الرابعه؟ ركزوا معايا يا جماعه واكتبوا كل كلمه اكتبها على سبوره علشان تستفادوا بيها.
درس طويل، انا كنت اشرح على حلقتين بس علشان داخلين على الامتحانات انا اضطريت ان انا اشرح لكم الدرس كله على حلقة واحدة، وفي نفس الوقت اشرح لكم المنهج كله النهاردة ان شاء الله. وانا عارف ناس كتير والله في شعبة مؤسسات او سنة تانية عامة هتزعل مننا تقول لي احنا المفروض الاولى، يعني احنا في سنة تانية وداخلين على امتحانات المفروض احنا الاولى. فعلشان خاطركم انت وانا حبيت ان انا اصور المادة كله وانزلها، وباذن الله حاول برضو اصور باقي البيزنس وانزله لكم على القناة. فما تقصروش معايا يا جماعة في الاشتراك واللايك والكومنت. بعد كده يا جماعة خلصنا الانحراف المعياري، هناخد الخطوة الرابعة او النوع الرابع وهو الانحراف المتوسط. الانحراف رابعا، الانحراف المتوسط. الانحراف يا جماعة، الانحراف المتوسط، الانحراف المتوسط برضو سهل جدا، هو بيانات مبوبة وبيانات غير مبوبة. هنبدأ بالبيانات المبوبة. واحد، الانحراف المتوسط للبيانات المبوبة. الانحراف المتوسط للبيانات المبوبة يا جماعة ليها خطوات حل. خطوات الحل، عندنا في خطوات الحل يا جماعة عندنا 5 خطوات حل، ولكن لو ركزت معايا مش هتشوفهم 5. زي ما انت شايف ان انا خطوات الحل بكتبها بالتفصيل. يعني بص، لو انا ما شرحتش غير خطوات الحل انت هتحل اي مثال، خلاص كده هتحل اي مثال عليا على الانحراف المتوسط. فكتبنا خطوات الحل. اول خطوة في خطوات الحل يا جماعة وهي تكوين الجدول. تكوين الجدول، الجدول ده بيبقى متكون من ايه يا جماعة؟ متكون من سين، ومتكون من المطلق، الحد المطلق السين ناقص سين شرطة. حد فاكر سين شرطة يا جماعة؟ يا ريت لو الناس مركزة معايا، حد فاكر سين شرطة؟ طب ايه بالظبط اللي يعني بيتبدل مكان سين شرطة؟ أو اختصارية سين شرطة. سين شرطة يا جماعة هي الوسط الحسابي، الوسطية الحسابي. لو أنت رجعت لدرس الوسط الحسابي هتلاقيني بقول الوسط الحسابي أو سين شرطة. يبقى سين شرطة هي الوسط الحسابي. ده بالنسبة لي أول خطوة هي تكوين الجدول. الجدول هيبقى متكون من سين والحد المطلق التين ناقص سين تربيع سين شرطة اللي هي الوسط الحسابي. تاني خطوة لازم اجيب الوسط الحسابي، لازم اجيب هي الوسط الحسابي او سين شرطة. يعني اما عايز تحسبها الوسط الحسابي ماشي، عايز تحسبها سين شرطة ماشي، بس انا علشان المساحة هكتب سين شرطة. بيساوي سين شرطة بيساوي يا جماعة مجموع سين على عددهم، مجموع سين علي عددهم اللي هو نون عدد ارقام سين، مجموع سين بتساوي الناتج، بتساوي الناتج. ده بالنسبه لتاني خطوه. تالت خطوه انا كده جبت سين اللي هي الوسط الحسابي ومعايا سين. طب انا دلوقتي عايز افك الحد المطلق، عايز افك الحد المطلق. فبيقول لك لايجاد الحد المطلق لسين ناقص سين شرطه. يعني انا عايز اجيب ارقام الحد المطلق سين ناقص سين شرطة. انا مش عارف يا جماعة انا نسيت اسمه والله الحد المطلق ولا ليه اسم تاني اسمه مطلق. المهم انا فاكر كلمة مطلق، خلاص كده علشان ما حدش يشغل دماغه. وما تشغلش دماغكم يا جماعة بالمنهج الخارجي، المنهج بتاعك انا اهم حاجة انك انت تجيب تقدير وتتعدي من السنة دي. فما تركش في دماغك على اي حاجة تانية. لو عايز اجيب سين ناقص سين شرطة يا جماعة معناها سين من اسمك كده، سين ناقص سين شرطة. خلاص كده؟ خلاص يعني سين ناقص سين شرطة هيديني الرقم الخاص باللي هو بين الحد المطلق ده أو أي إمكانية بيساوي الناتج. بس في ملحوظة ركزوا معايا فيها، الملحوظة دي إن الناتج دائما موجب. الناتج يا جماعة دائما موجب، فأنت تركز معايا إن الناتج دائما موجب حتى لو سالب. يعني حتى لو الناتج طلع سالب في الآلة الحاسبة انت اكتبه موجب.
خلاص كده، خلاص ده بالنسبة للخطوة التالتة. الخطوة الرابعة وهي إيجاد مجموع الحد المطلق سين ناقص سين شرطة، إيجاد مجموع، يا نهار أبيض على الناس اللي بتطلع أصواتي ويجري. الله يسهلنا ويسهلهم بإذن الله، ويفتح لهم باب رزق ويفتح لنا إحنا باب رزق برضه. بنجيب يا جماعة مجموع سين ناقص سين شرطة، يعني مجموع س ناقص س شرطة هنجيبه منين؟ من الجدول يا جماعة، يعني بعد ما تخلص الجدول تنزل تحت تكتب المجموع بتاعهم، تكتب ايه المجموع بتاعهم، يعني مش صعب خالص سهل. خمسة، الخطوة الخامسة وهي الانحراف المتوسط، الانحراف المتوسط. الانحراف المتوسط يا جماعة بيساوي مجموع، عشان كده انا يا جماعه بكتب لكم خطوات الحل بالتفصيل، مجموع س ناقص س شرطه اللي هو احنا جبناهم من تحت كده بعد ما خلصنا الارقام منه ومني، جبنا المجموع بتاعهم على نون، عليا نون. حد عارف نون؟ ايوه عارفينها، اللي هي مين؟ عدد ارقام س، عدد ارقام س. ده بالنسبه للانحراف المتوسط للبيانات المبغضه. يا جماعه انت شايفهم خطوات حل، والله انا كاتبهم خمس خطوات، لانه انا كاتب لك بالتفصيل س اجيبها ازاي، اجيب س شرطه ازاي، اجيب مجموع الحد المطلق س ناقص س شرطه، كل دي كاتبها بالتفصيل. يعني انا لو هكتب خطوات الحل بس هكتب تكوين الجدول وهكتب الانحراف على طول، والسين شرطه دي هقول اللي هو يجيبها من نفسه، او الوسط الحسابي يجيبها من نفسه، او دي ملحوظه المفروض هو اللي يعرفها. الملحوظات دي يا جماعه مش هتاخد بالك مني ومش هتفهمها غير لو انت سمعت الفيديو ده او سمعت حد قاله قدامك، وانا ديني قلته قدامك، فانت استفاد بالمعلومه دي، استفاديه بالمعلومه دي. ده بالنسبه للبيانات المبوبه. تعال ناخد جنبه كده البيانات غير المبوبه. اثنين، الانحراف المتوسط للبيانات المبوبة. البيانات هي المبوبة برضو الكلام، نفس الكلام لها خطوات حل، نفس الكلام لهي خطوات حل، خطوات الحل. خطوات الحل يا جماعة متكونة من أربع خطوات حل، متكونة من إيه؟ من أربع خطوات حل. أول حاجة وهي تكوين الجدول، تكوين الجدول بيساوي، أو الجدول بيتكون من إيه؟ زي ما أنتوا متعودين إن أنا بكتب تكوين جدول وبكتب مكونات الجدول، علشان محدش يقول لك تكوين جدول، طب الجدول ده بيتكون من إيه؟ تكوين الجدول بيتكون من فين؟ ومتكون من كاف. طالما انت عرفت انه الجدول ده او خطوات الحل متكون من فيه وكاف، اعرف انه التمرين فيه فيه وفي كاف، فيه فيه وفي كاف، فتركز معايا وهتلاقي كل حاجه سهله. لقينا تكوين الجدول بين سين وسين ناقص شرطه، اعرف انه هو مش جدول، هيديلك الارقام على طول في سطر. تمام كده؟ تمام. يعني تكوين الجدول من فيه وكاف وسين، الكلام بجرب الشرطه، وسين كاف و سين ناقص شين شرطة، اقفل القوس، اقفل الحد المطلق، وبعد كده من تحت يا جماعة علشان ما فيش مكان اعمل علامة الفاصلة دي، واكتب تحت سين ناقص سين شرطة في كاف، في كاف، يعني هضرب يا جماعة، هضرب العمود ده في كاف، الكاف اللي هو ده. تعال نرقيهم علشان تاخد بالك منهم، لانه ممكن ما تاخدش بالك. اول حاجه عندنا في العمود رقم واحد اللي هو ف، رقم اثنين اللي هو كاف، رقم ثلاثه هو س، رقم اربعه س كاف، يعني ما تضرب س في كاف، رقم خمسه اللي هو العمود دي اللي هو حد المطلق س ناقص الوسط الحسابي، رقم سته اللي هو هتضرب انت خمسه في سؤال كده يا جماعة، طلعت لكم فكرة حلوة. سين كاف اللي هي سين في كاف، يعني اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، خلاص كده. طب عايز اجيب دي، هقول خمسة في كاف اللي هي اثنين، خمسة في اثنين
دي فكرة من الفكر اللي أنا طلعت اكتشفتها دلوقتي، علشان زي ما أنتوا عارفين أنا عبقري يعني، فصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنا بهزر ربما الناس تقول ده هو بيقول صلى على النبي علشان إن أنا يعني شايف نفسي، أنا بهزر والله. اثنين، هنجيب يا جماعة أول تاني خطوة في خطوة ده. زي ما أنتوا عارفين أنا تاني خطوة بجيبية إزاي أجيب سين، إزاي هي أجيب سين. علشان اجيب سين يا جماعه واجيب سين تبع سين ناقص سين شرطه، لازم اجيب خطوات الحل بالتفصيل، اجيب ايه خطوات حل بالتفصيل، وهي سين انا هعرف اجيبها. ازاي هعرف اجيبها؟ ليها قانون ثابت بتاع اللي هو رقمان من ف على اثنين، رقمان من ف على اثنين احنا خدناه قبل كده، فانا مش محتاج اكتبه. لو عايزين ناكد بكتبه لكم عادي، اكتبه لكم علشان في ناس مش اسمعها هي بتقول لي اكتبوا ما تكتبوش. هما رقمان من ف متتالية على اثنين، وطبعا انا شرحتها لكم بتيجي ازاي. ده بالنسبة لسين اللي هو رقم ثلاثة. بعد كده بالنسبة هنجيب علشان نجيب الحد المطلق سين ناقص سين شرطة، هنجيب ايه؟ هنجيب سين شرطة اللي هو الوسط الحسابي، بيساوي سين شرطة بتساوي يا جماعة قلنا ليها قانون تاني غير القانون اللي دلوقتي، غير هي القانون دلوقتي، فانت ركز معايا، تركز هي معايا. القانون ده يا جماعة اللي هي سين شرطة اللي هي الوسط الحسابي الجديد بيساوي مجموع سين كاف، مجموعية سين كاف على مجموع كاف. طب يعني انا المطلوب مني ايه دلوقتي بالظبط؟ المطلوب مني ان انا احفظ القانون اللي هنا وخطوات الحل اللي هنا، واحفظ خطوات الحل اللي هنا عشان دي لوحديها ودي لوحديها. يبقى سين شرطه لما جبنا سين شرطه هنا كانت مجموع سين لانه ما فيش كاف، وما فيش كاف فاخدنا نون، ما قسمنا مجموع سين على نون. طب دلوقتي في كاف، هيبقى مجموع سين كاف على مجموع كاف. ده بالنسبه لسين شرطه الخطوه الثالثه. تعالوا نجيبوا الخطوة الرابعة وهي الحد المطلق اللي هي س ناقص س شرطة. بتيجي ازاي؟ طبعا انت عارفه اللي هو احنا جبناه دلوقتي نفس الكلام ده، نفس الكلام ده لإيجاد الحد المطلق او ايا كان المطلق العام او حاجة زي كده انا مش فاكرها والله. س ناقص س شرطة، اقفل القوس او اقفل اعمل عمود بيساوي، عايز اجيب س ناقص س شرطة من نفسه كده، س ناقص س شرطة بيساوي س طبعا موجودة في الجدول، وس شرطة احنا جبناه في الخطوة رقم 30، زائد انه الارقام لازم يطلع موجب حتى لو سالب. يا جماعة ركزوا معايا، حتى لو الرقم طلع سالب في الآلة حاسبة، يعني انا الكلام ده هحسبه بالآلة حاسبة، يعني مثلا 5 ناقص 8 مثال، يعني 5 ناقص 8 سالب 3، لو انت حسبته بالحاسبه هتلاقيها سالب 3. انا لما نيجي اطلع الناتج واحطه في الجدول هطلعه بموجب 3، اطلعه بيه بموجب 3، فتركز معايا. ده بالنسبه هي الخطوه الرابعه. طب الخطوه الاخيره اللي هي الخامسه، القلم بدا يشطب، صوت حلو يا جماعه، تمام. الانحراف المتوسط، القانون بتاعه بيقول ايه يا جماعة؟ بيقول نعمل علامة القسمة، بعد كده نقول مجموع، وروح عامل فتح قوس كبير كده، تمام كده، وبعد كده هقول الحد المطلق لـ س ناقص س شرطة، نقفل القوس، كاف. معناه ايه ده يا جماعة؟ معناه اللي هو اخر عمود في الجدول اللي هو نفتح قوس س ناقص س شرطة كاف، يبقى معناه هي اخر عمود في الجدول اللي احنا هنعمله على مجموع كاف، على مجموع كاف كده. يا جماعة احنا خلصنا الانحراف المتوسط بالكامل، بيانات مبوبي وبيانات غير مبوبي او العكس، يعني انا قلت هنا مبوب وقلت هنا غير مبوب، تمام. فكده نحن خلصنا خطوات الحل. برضو نفس الكلام يا جماعة عشان الحلقة ما تطولش قوي، انا مش هقدر اشرح لكم مثال، لان لو شرحت مثال اقل حاجة في المثال عشان اشرح لكم والارقام دي جت ازاي هاخد 10 دقايق، وفي نفس الوقت ما فيش مكان في السبورة، فهمسح الكلام ده واكمل النوع الخامس علشان انهي الحلقة.
اذكركم مره تانية يا جماعه، ما حدش يعمل اشتراك لو انت مش مشترك في الفيديو. اشترك الايدم، انا لخبطت في الكلام ده كله ليه؟ كله ده على سببكم انتوا على فكره، علشان انا بدات اشرح وانا ما فطرتش اصلا، يعني صحيت من النوم، صليت الفجر وصليت ركعتين للضحى، وبعد كده جيت اشرح لكم من غير ما افطر. والله شربت ميه بس، شربت ميه بس، فانتوا قدروني يعني كومنتات كده من نفسكم، مش هتخسر حاجه. مش عارفك منين على فكره، يعني لو كنت انت باش محاسب او باش محاسبه مش عارفكم منين، من اللي علق، علشان الجيميل ده بيبقى باي اسم وخلاص. خلصنا يا جماعه المدى المقلة، خلصنا نصف المدى الربيعي، خلصنا الانحراف المعياري، خلصنا الانحراف المتوسط، هناخد معامل الاختلاف، وهو اخر حاجة معاملية الاختلاف. فنقول خامسا هو معامل الاختلاف. معامل الاختلاف دي يا جماعة سهل جدا جدا جدا، هم عبارة عن قانونين بس، عبارة عن ايه؟ قانونين بس. القانون الاول نكتب بالقلم الازرق عشان الاسود بدا يشطب. القانون الاول يا جماعه هو معامل الاختلاف الاول بيساوي الانحراف المعياري، الانحراف المعياري على الوسط الحسابي، الوسط الحسابي في مين؟ في ايه مين؟ الناتج هيطلع بنسبة مئوية يا جماعة، الناتج هيطلع ايا كان في الآلة حسب كام، بس هتضيف له النسبة المئوية. ده القانون الأول. طب القانون الثاني، اثنين معامل الاختلاف السامي، معامل ايه؟ الاختلاف السامي. انا دايما بحب ان انا اسمي كل حاجه باسميها، بتساوي عامل علامه قسمه ربيع الثالث ناقص ربيع الاول على ربيع الثالث زائد ربيع الاول. ايه ده؟ يعني نفس الكلام، نفس الكلام. انت مش هتحفظ حاجه، يعني القانون سهل جدا 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 خالص، يعني معامل الاختلاف يا جماعه سهلين جدا. في مين؟ زي ما قلنا الناتج برضه هيطلع بالاله حاسبه، وبعد كده هضيف له نسبه مئويه، هضيف له ايه؟ نسبة مئوية. كده خلصنا يا جماعة معامل الاختلاف. طب كده ازاي خلصت معامل الاختلاف؟ طب انا احل ازاي؟ وخطوات الحل ايه؟ خطوات الحل ايه؟ الانحراف المعياري. هتجيب انت اول حاجة الانحراف المعياري، وتاني حاجة هتجيب الوسط الحسابي. طب الانحراف المعياري احنا لسه واخدين الخطوات الحل بتاعته، فمش محتاج ان انا اكتب له خطوات الحل بتاعت الانحراف المعياري. بالنسبة للوسط الحسابي احنا خدناه في الحلقة الأولى، حتى لو انا ما خدتوش في الحلقه اللي دلوقتي اكيد انت 100% انت مذاكره وعارف الوسط الحسابي، فانت هتجيب تاني خطوه الوسط الحسابي، وبعد كده هتعوض في القانون. برضو نفس الكلام في القانون الثاني. القانون الاول لو ذكر لك في المثال الانحراف المعياري والوسط الحسابي هتحل بالقانون الاول. طب لو ذكر لك في المثال الربيع، لو ذكر لك نصف المدى الربيعي اللي هو برضو تاني النوع اللي احنا خدناه في مقاييس التشتت، هتحل بنفس خطوات الحل اللي هنجيب ترتيب ره واحد وترتيب ره ثلاثة، وبعد كده هنجيب ره واحد لو كانت اصلا ما لقيناش الرقم هنجيب ره واحد، ولو ما لقيناش الرقم في ره ثلاثة هنجيب ره ثلاثة، وبس كده تبدأ تعود في القانون وتعيش حياتك وتركز انت وبتحل، علشان ما تحلش انت كده وخلاص. وخلي قاعدة يا جماعة، حط قاعدة في دماغك انك انت وبتحل ما تركزش مع حد، لان انت وبتحل لو ركزت مع اللي جنبك هتحس نفسك انك انت حلك غلط، حتى لو حلك صح هتشوف اللي جنبك زي كده حلك انت اللي غلط. فركز في خطوات حلك، اهم حاجه خطوات الحل يا جماعه. والله حتى لو الناتج طلع غلط وانت كتبت خطوات الحل بالترتيب صح، والله لا هيدي لك درجه، وينقصك درجه بسيطه. يعني لو 20 درجه هيدي لك 15، يبقى خسرت 5 بس. ده الكلام ده لو كان الارقام كلها غلط وانت ماشي على خطوات الحل صح. طب انت لو مش عارف خطوات الحل ولا الارقام هتاخد صفر طبعا. تمام، اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا. مش هذكركم تاني، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس ولايك جميل للفيديو، علشان نشوف كم واحد في سنه اولى بيتابع معايا، كم واحد شاف الفيديو، كم واحد هي شاف الفيديو. فركزوا معايا واسمع الفيديو لحد الاخر، ولايك للفيديو علشان اعرف كم واحد زي ما قلنا داس لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.